السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي متابعين قناة حسون تربية وإنتاج. اليوم جولة سريعة داخل المطار، وحبيت أن أصور هذا المقطع الصغير الذي لا يتجاوز 3 دقائق أو 2.5 دقائق عن عملية استحمام طائر الحسون والكنار داخل السلاكات والمطاير. علما بأن هذا الإناء أنا دائما أضعه للاستحمام حوالي تقريبا 3 مرات في الأسبوع، حيث أنه والكل يعلم بأن طائر الحسون يعشق الاستحمام والتشميس، والفائدة من هذا الاستحمام في فترة التزاوج حتى نقضي على الفاش نهائيا وسوس الريش من طيور الحسون والكنار. وكما تشاهدون عملية الحب والاستمتاع من قبل هذا الطائر في هذه المياه المخلوط فيها خل من التفاح ومادة الايفوموك حتى نتخلص من الفاش، وتكون جميع أجسام الطيور نظيفة وخالية من أي شوائب أو حشرات أو فاش. أنا دائما أضع هذا الدلو أو هذا الإناء الخاص مدة 2 أو 3 أيام في الأسبوع. عندي في المطير كما تشاهدون عملية نفض الطائر للجناحي حتى يتخلص من المياه العالقة على الريش، ومن ثم يتعرض للشمس لكي يكون ناشف تماما. أيضا داخل المطير عندي الحمد لله كنار على مستوى عالي، هو الكنار الكرزي والمشمشي كما هو ظاهر في الصورة، وهذا عندي فيها 4 أفراخ كرزيات ما شاء الله مستوى مرتب جدا وحلو، وسأقوم بفطمها بعد 2 أو 3 أيام عمرها تقريبا حوالي 26 يوم. تعتمد على طعام أبويها، وأيضا أدعمها بالبيض المسلوق وأخلط بشيء بسيط من مادة الفلاجين في المشربية الخاصة لهذه الطيور حتى يتم تعقيم جميع الأفراخ من أي بكتيريا ضارة. أرجو متابعتنا والسلام. راجين من الجميع دعمنا في القناة والاشتراك فيها ليصلكم كل جديد.